جولة عن أبرز العمليات الجراحية النادرة اللي تمت خلال الأسابيع الماضية. عملية نادرة في الإمارات لامرأة سبعينية عانت هبوطاً بالرحم، ونجاح أول عملية في روسيا لحالة نادرة من وحماة الوجه للطفلة باتمان. وفي مستشفى قوى الأمن بالرياض الروبوت ينهي معاناة سعودية باستئصال ناسور بين المثانة والمهبل كأول حالة من هذا النوع يتم إجراؤها في المستشفى.